ومليون مبروك تأهل منتخبنا لربع نهائي كأس أفريقيا، فوز مستحق الحقيقة. يعني خلينا نقول يعني فوز مستحق دي مليون مرة، فوزنا فوز حقيقي ومستحق ونستاهله على كوت ديفوار. كانت مباراة حلوة جدا، مباراة فعلا هائلة، روح عالية، حماس 120 دقيقة، رجالة واقفة على رجليها طول المباراة وقدموا أداء عظيم. عشان كده الحمد لله يعني ربنا كرمنا ووقف معانا في البنالتيز أو الضربات الترجيحية. مباراة كانت حقيقة كبيرة عملها منتخبنا لأول مرة من فترة، نشوف الأداء والروح والحماس ده. كل اللعيبة عملوا اللي عليهم وزيادة. إنني عمل ماتش كبير جدا وخد جايزة رجل المباراة ويستاهل، عبد المنعم، فتوح، عمر كمال، حجازي، الشناوي، ما شاء الله، يعني مفيش أحسن من كده الحقيقة. يمكن كمان شفنا تلاحم في الملعب، دايما كنا بالنادي إنه يكون في روح الفريق والتلاحم اللي كان موجود واللي شفناه امبارح. طبعا كالعادة صلاح المبهر بيشوط آخر ركلة جزاء عشان نصعد لربع النهائي. ماتش ما كانش سهل أبدا، كان صعب، لكن رجالتنا الحقيقة وقفوا لغاية آخر لحظة، ويمكن حتى النقطة دي بقالنا كتير ما شفناهاش. دايما بنعرف كده ان احنا في اخر المباريات بنكون خلاص يعني طاقتنا خلصت وبنقدرش نكمل، يا دوب بنبقى يعني موجودين كده في الملعب. لكن امبارح فعلا لغايه اخر ثانيه ولغايه صفاره الحكم احنا كنا موجودين، حتى ضربات الجزاء كان كل الناس يعني قاعده وحاطه ايديها على قلبها وعماله بتدعي. شفنا كمان ضربات الترجيح والحمد لله اللي فزنا بيها. على شفنا الناس بقى كانت قاعده على القهاوي، في البيوت، في كل مكان، الناس اللي ليها في الكوره اللي مالهاش في الكوره، اهلي، زمالك، ايا مكان بقى الفريق اللي بتشجعه، كلنا كنا بندعي، كلنا كنا بنتفرج. فرحه حلوه قوي كنا محتاجينها من زمان. يعني ربنا يكمل فرحتنا ونعدي الماتش اللي جاي كمان ونوصل للنهائي. وان شاء الله ان شاء الله انا حاسه يعني انه بعد هذا الاداء حاسه ان الماتش ده هيكون بشره خير، وان شاء الله البطوله الثامنه جايه يا حسام. احنا المنتخب الوحيد اللي خد ثلاث بطولات قاريه على التوالي، 2006 2008 و2010. احنا المباراه اللي شفناها امبارح اعتقد ان هي تكتيكيا هي افضل مباراه لكيروش. مظبوط. لا شفنا اولا فعلا اللعيبه بتلعب مع بعض في روح عاليه، ما شفناش اهلي وزمالك خالص. لا ودي نقطه مهمه ان الناس بقت بتسمع. يعني والله المفروض ده من زمان، يعني موضوع اهلي وزمالك ده الحمد لله حصل. الحمد لله. بس هو يعني هو الماتش امبارح فيه مكاسب عظيمه جدا وكتير جدا، بعيدا عن مكسب ان احنا كسبنا كوت ديفوار بضربات جزاء في دور ال 16 في بطوله افريقيا، ده المكسب الاكبر، الصوره الاكبر الشامله. لكن في تفاصيل صغيره احنا كسبناها امبارح. لو اخذنا كده من حراسه المرمى لغايه المهاجم، فانت كسبت امبارح محمد ابو جبل حط رجله في الملعب حتى وان طالت اصابه محمد الشناوي. الاخبار اللي موجوده انه شد في العضله الخلفيه، هل هيكمل البطوله ولا مش هيكمل؟ ده كله تفاصيل هتتعرف النهارده ان شاء الله مع الاشعه اللي هتتعمل على العضله الخلفيه وهنعرف. فانت كسبت محمد ابو جبل امبارح مش بس في ضربات الجزاء الكره اللي شالها، لكن في كره شوطه عظيمه جدا شالها ابو جبل. كسبت محمد عبد المنعم مدافع تقيل جدا 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 ولسه سنه صغير، ودي نقطه مهمه قوي. مصر فيها ندرة شوية في المدافعين اللي يقدروا يلعبوا على المستوى الدولي، في مدافعين جيدين جدا في الدوري المصري لكن مش أي مدافع يلعب دوليا، ودي نقطة مهمة قوي. ويلعب من نص البطولة أو من الماتش الثالث مثلا، ده استعداد نفسي قبل ما يكون استعداد بدني. فأنت كسبت محمد عبد المنعم، كسبت كمان عمر كمال. عمر كمال يا جماعة احنا مطمنين الناحية اليمين وكأن مثلا أحمد فتحي اللي بيلعب، راجل مالي مركزه امبارح ولاعب عليه لعيبه تقيله جدا جدا جدا. يعني الشوط الثاني نزل عليه ويلفريد زاها اللي كان بيلعب في مانشستر يونايتد في اكاديميه مانشستر يونايتد، وبعدين بقى بيلعب دلوقتي في كريستال بالاس. راجل يعني السبرنت بتاعه عالي جدا جدا، وعمر كمال كان في نهايه الماتش وبذل مجهود عالي قوي وواقف على رجليه. امبارح محمد النني قال للناس كلها انا محمد النني، ماليش دعوه بقى بجائزه احسن لاعب في المباراه، ارمي جايزة احسن لاعب في المباراة دي على جنب. محمد النني بان امبارح يعني ايه لعيب بيلعب بوكس تو بوكس مركز ستة، هو بيلعب من ضرب من نقطة الجزاء عندك لنقطة الجزاء عندهم، من الصندوق للصندوق، بيستلم من هنا ويودي هنا، محوالجي يا سيدي سميه. لكن انت ما تقوليش اصل هو ما بيعملش حاجة، لا، محمد النني لعيب موجود لكل لعيب معاه كورة. انا معايا الكورة هلاقي محمد النني فاضي عشان اسلمه لو انا اتزنقت. محمد النني اللي بينقل الهجمة من تحت لفوق. امبارح كان باين دوره جدا جدا جدا. طبعا حمدي فتحي واصابته
الضمه، شد في الضمه ان شاء الله برضو يكمل. عندنا ناسا موجوده على الدكه، امام عاشور، وعندنا مهند لاشين، عندنا السليه ممكن يؤدي هذا الدور، عندنا لعيبه كتير موجوده. لكن امبارح كمان حمدي فتحي بان دوره المهم جدا في الخط الوسط المدافع، وبرضو مركز كان فيه بعض من الندره في مصر في الفتره اللي فاتت. امبارح محمد صلاح ابتدت الكره تمشي معاه وتحبه، وبان دوره المهم قوي انه سحب اتنين مدافعين طول الوقت. والحاجه الاهم بقى في محمد صلاح امبارح ان حصل اخيرا اخيرا الكهرباء اشتغلت، وحصل ربط ما بينه وما بين مصطفى محمد. فكان طول الوقت مصطفى محمد بيروح في ناحيه، محمد صلاح يلف في الناحيه الثانيه. محمد صلاح حط كذا ثرو باس، كره بينيه لمصطفى محمد في الحتت الفاضيه، ومصطفى محمد بقى يروح لوحده، عارف صلاح هيلعب فين، ودي كانت ناقصه، ما كانش فيه تفاهم. الناحيه الثانيه عمر مرموش، شفتوا الكره اللي جت في العارضه؟ اللعبه دي لعبه عمر مرموش، وما تقولوش لعيب ليه لعبه واحده، لان محمد صلاح ليه لعبه واحده اساسيه والعاب ثانيه مختلفه. كل مره بيكسر من ناحيه الشمال ويكسر لجوه ويحط الكره على شماله ويشوطها في البعيده، او دلوقتي زود لها انه بقى يلم يرجع تاني لليمين ويلم ويحطها في الضيقه بشماله برضه. عمر مرموش عمل كذا كوره امبارح، وكام سبرنت عالمي، وده ما يقللش من زيزو اللي الناس كانت عايزاه يلعب على عمر مرموش ويبدل مع محمد صلاح. لا، امبارح زيزو برضه لعيب اوروبي. انا بخاطب مجلس اداره نادي الزمالك، زيزو لازم يحترف، ومجلس اداره النادي الاهلي لو في اي من لعيبه المنتخب اللي موجودين في الاهلي جالهم فرص الاحتراف ما نقفلش عليهم. اخيرا بقى وليس اخيرا، كارلوس كيروش. كارلوس كيروش انا مش هتكلم كتير في السي في بتاعه، ولا هتكلم الراجل ده مرن ايه قبل كده، بس معلش يا جماعه الكلام بتاع، انا مش عايز اعيد الكلام اللي كان بيتقال، حضراتكم اكيد فاكرين الكلام اللي فات. الراجل ده لا جاي يعمل فلوس، اكيد بيشتغل فبياخد مرتب، بس هو مش جاي يعني ايه يضيع اسمه والقابه والمستقبل بتاعه اللي جاي عشان خاطر ياخد شرط جزائي في مصر. الشرط الجزائي بتاعنا يعني معلش احنا هنحسبه بالجنيه المصري، الجنيه النهارده بيساوي يعني الدولار بيساوي 15.7، فانت متخيل المبلغ اللي بالنسبه لنا كبير جدا اللي هو حاجه و40 مليون اللي اتقال، بالنسبه لكارلوس كيروش هيبقى كام مليون دولار؟ مبلغ كويس، ما هوش قليل، ما بقللش منه باي حال، بس ما هوش هيخاطر بسمعته ويجي يعمل اللقطه اللي حضراتكم سمعتوها او اللي منا ناس قالوها عشان ياخد الشرط الجزائي. الراجل بيلعب باسمه، بان شغله التكتيكي امبارح، في ماتشات غلط فيها، في ماتشات غلط فيها، في ماتش يستاهل ان هو يتقال ان كارلوس كيروش المسؤول الاول عن الخساره زي ماتش نيجيريا بكل تاكيد، بس النهارده بان بقى كل التكتيكات اللي كان بيحاول يعملها في الماتشات اللي فاتت، التحركات من غير كوره، ان يحط لعيب في مركز مختلف غير المركز بتاعه. الناس كانت بتقول ليه زيزو بيلعب في نص الملعب، ليه ما بيلعبش وينج، ليه رجع تريزيجيه يلعب، ليه؟ عشان هيحتاج تريزيجيه، عشان هيحتاج زيزو في مركز صانع الالعاب، مش هيلعب عبد الله السعيد، ليه ما خدش قفش عشان هو ما بيلعبش بلاي ميكر. محمد شريف لما احتاجه نزله امبارح عشان يبقى جاي من تحت لفوق، والف سلام على محمد شريف بكل تاكيد. فالراجل اكيد هو عايز يكسب، مش جاي هنا يعني عشان يخسر. فامبارح كارلوس كيروش عمل ماتش يدرس، تكتيكي تكتيكي، الاعداد البدني للفرقه عبقري. احنا طول الوقت بنقول اللعيبه الافارقه، الدول الافارقه عندهم تفوق بدني علينا، احنا من اول الماتش واقفين على رجلينا لغايه اخر الماتش، اللهم الا يعني اخر خمس دقائق كانت لعيبتنا ابتدت تجهد، بس انت من اول الماتش اللعيبه واقفه على رجليها، صحتها كويسه، الجامبات مع بعض بيطلعوا فيه التحام بدني قوي. يا راجل ده كانوا بيشتكوا من مصطفى محمد ان هو بيلعب بخشونه عليهم. يعني النهارده جه اليوم ان احنا بقى عندنا لعيبه افارقه، واحنا افارقه احنا كمان لعيبه من في كاس الامم الافريقيه، بيشتكوا ان اللعيبه المصريين بيلعبوا بخشونه عليهم، ففي مكاسب كتيره قوي قوي. حطينا رجلنا على الارض، انبسطنا بالفوز، الف مبروك، ما نعليش الانبساط، اتمنى يكون في تركيز في المعسكر، ان اللعيبه ما تتبسطش قوي وتنسى ان عندها ماتش تقيل قوي مع المغرب، اللي فات كله كوم واللي جاي كوم تاني، مش عشان كسبت كوت ديفوار يبقى انت لازم تكسب المغرب، لا، المغرب فرقه تقيله قوي قوي، محمد صلاح هيلعب عليه اشرف حكيمي احسن باك يمين في العالم، فماتش تقيل قوي قوي قوي، البطوله ما هياش في جيبنا. البطوله فعلا زي ما انت بتقول، احنا لازم طول الوقت نبقى مركزين ان احنا برضو لازم نعمل اللي علينا. وانا يعني طبعا اتكلمت عن اللعيبه واتكلمت على اداء اللعيبه، فعلا يعني خلينا نقول معظم اللعيبه امبارح
ما خيبوش املنا بالعكس. لكن انا في حاجه مهمه جدا، انا بتكلم على السلوكيات كده اللي تابعناها امبارح. الاداء ممكن يختلف، يعني ممكن نفس اللاعب في مباراه اداؤه يكون هايل، في مباراه تانية ممكن يكون اداؤه مش قوي، لكن فكره ان السلوكيات اللي شفناها امبارح دي اعتقد السلوكيات ممكن نكمل بيها، فكره التلاحم والمشاركه والتعاون وان اللعيبه كلها بتساعد بعض عشان فعلا بيلعبوا باسم مصر، ده سلوك لازم نحافظ عليه. سلوك الجماهير نفسها ان هي دلوقتي نسيت خلاص اهلي وزمالك ونسيت كل الكلام ده، احنا دلوقتي برضو بنشجع منتخب مصر، ده سلوك لازم يكمل معانا. اعتقد دي الحاجه اللي نقدر نعتمد عليها، ولو اعتمدنا عليها باذن الله هنقدر دايما نطلع لقدام. الف الف مليون مبروك لينا كلنا، ويا رب دايما كده ايامنا كلها سعاده وكلها فرحه وكلها فخر. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.